أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أهلا زهر، صحاب طارق. صحاب طارق هارون، صحاب طارقكم مشاهدينا، أهلا بكم لتفاصيل الحصاد ونستهل الأخبار من قطاع العدالة، إن يرتقب أن تصدر محكمة جناية البليدة منطوق الحكم في حق المتابعين في قضية الخليفة هذا الثلاثاء بعد مرور 43 يوما من انطلاقها. كرونولوجيا لأهم أطوار المحاكمة منذ انطلاقها مع وليد بوهروة. محاكمة الخليفة وصلت إلى آخر فصولها، حيث سيصدر الثلاثاء منطوق الحكم في حق عبد المومن رفيق خليفة و 71 متهما بعد محاكمة ماراثونية. نوع من الملل، وهذا راجع ربما للأيام والعمل الدائم للإعلاميين بدرجة أولى، وأيضا لنفس الأسئلة التي تطرحها محكمة الجنايات على المتهمين. في الرابع من مايو الماضي انطلقت المحاكمة بمحكمة جنايات البليدة برئاسة القاضي عنتر منور وحضور جميع المتهمين بمن فيهم خليفة عبد المومن رفيق الذي خطف الأضواء يومها داخل القاعة. تغير تماما، حتى عندك الحق تقولي البعض قالوا هذا مش هو. وبعد 4 أيام من قراءة قرار الإحالة أحيلت الكلمة إلى المتهمين، يتقدمهم الفتى الذهبي الذي انتظر الجميع تفجيره لحقائق جديدة، لكنه لم يبح بشيء واكتفى بإنكار التهم الموجهة إليه. تلاه متهمون آخرون معظمهم من المستفيدين من بطاقات طلسو أو تذاكر النقل المجاني. استفادوا من بطاقة مجانية تاع السفر، بطاقة طلسو ثيرابي. بعد 17 يوما من المحاكمة انتظر الجميع حضور الشهود من كبار الشخصيات، إلا أنهم تغيبوا في حين اقتصر الحضور على الوزيرين السابقين محمد جلاب وأبو جرة سلطاني. وعند مرافعات النيابة طلبت الأخيرة بأقصى عقوبة في حق عبد المومن خليفة، في حين التمست أحكاما بين 18 شهرا حبسا و20 سنة سجنا نافذا في حق بقية المتهمين قبل أن تنسحب المحكمة للمداولات.